أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية حاولوا مهاجمة منطقة نبع السلام شمال شرق سوريا وفق بيان الوزارة. وزير خارجية النظام فيصل المقداد يقول إن هناك تواصلا مع معظم الدول العربية باستثناء دولة قطر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول عرقلة ذلك بالضغط على العواصم العربية التي تتواصل مع النظام. وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تشكل لجنة للتحقيق مع الشرطة العسكرية في مدينة الباب شرقية حلب بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في قضية الإفراج عن متهم بارتكاب جرائم حرب خلال خدمته في قوات النظام. الحكومة السورية المؤقتة تمنع تصدير المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح إلى خارج الأراضي المحررة، وتوجه تعليمات إلى الوزارات المعنية لاتخاذ كافة العقوبات الرادعة بحق المخالفين. منظمة الصحة العالمية تقول إن أكثر من 4.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، أغلبهم من الأطفال، وتدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجته. الاتحاد الأوروبي ينفي التقارير والأخبار المتداولة حول خفض تمويله لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا استمرار تمويله للأعوام 2022-2024 ب 82 مليون يورو سنوياً.